السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. حبيت كده أعمل لكم فيديو أكلمكم عن فرصة حصرية هنشرحها النهاردة. مفيش حد طبعا شرح الفرصة دي، وإحنا حبينا نقدم فرصة ممتازة جدا لمتابعينا، والفرصة دي تكون متاحة للجميع عشان تتوافق مع كل الناس إن شاء الله. الفرصة دي هي عبارة عن فرصة تطوع وعمل في أحد الفنادق في دولة أسبانيا، تمام؟ فهتكون متاحة للجميع، سواء انت طالب، سواء خريج، سواء من أي دولة، بتقدر تقدم على الفرصة دي بدون أي مشكلة خالص. الفرصة دي مقدمة من مجموعة فنادق أوربانس هوتيل، تمام؟ ودي مجموعة فنادق مشهورة جدا. طب انت حضرتك لما هتنضم للفرصة دي هيكون مطلوب منك ايه؟ هم هدفهم ان هم يستقطبوا الشباب والاشخاص، سواء ذكور او اناث، من جميع انحاء العالم عشان ياخدوا التدريب تبع الفندق. وممكن كمان بعد لما تنهي التدريب ده انك ممكن تكمل عمل معاهم وتقدم طلب للعمل، مفيش اي مشكله خالص، براتب شهري كبير جدا. طب انت مطلوب منك تعمل ايه هناك؟ مطلوب منك المساعده معاهم في انك طبعا تشتغل في ريسبشن، كريسبشنست، تمام؟ ممكن تشتغل في المطبخ، ممكن تساعد في الترويج ليهم على الفيسبوك وصفحات السوشيال ميديا بتاعتهم هناك، ممكن طبعا تنضم لل يعني الكافيهات الخاصة بيهم في الأوتيلات، تمام؟ أو الأوتيل الخاص بيهم هناك، ترحب بالضيوف وتعمل لهم رحلات ترويجية، العديد من الأشياء ممكن تنضم ليها. طيب انت بقى المميزات بتاعتك ايه؟ المميزات بتاعتك انك هيكون ليك راتب شهري عشان تكلفة المعيشة، عندك السكن، عندك كمان بطاقة وسائل التنقل، تمام؟ عندك كمان وجبات الافطار عليهم. بالنسبة لاخر ميعاد للتقديم للفرصة دي هو شهر فبراير 2023، وكل ما بتقدم اسرع كل ما بيكون افضل، لان فرص التطوع ممكن يقبلوا فيها عدد يعني يكتمل فيها العدد بشكل سريع، تمام كده؟ فالفرصة دي يا جماعة متاحة للجميع، ما فيهاش حد اقصى للعمر، مش محتاجة منك شهادة لغة ايلتس او تويفل، كمان متاحة لجميع الدول التقديم عليها. خلينا دلوقتي ننتقل ونشوف الشرح الخاص بطريقة التقديم على الفرصة دي. ده هنا هتلاقوا مقالة المنحة الخاصة بينا، تمام؟ موضحين فيها كل التفاصيل اللي شرحتها باللغة العربية وبشكل أوضح هنا وأكثر تفصيلا، تمام؟ وهتلاقوا في الآخر خالص، يعني بعد ما تقرأوا المقالة هتلاقوا في الآخر خالص رابط خدماتنا الإضافية لو أنتوا حابين تقدموا من خلالنا على الفرصة دي، لأن إحنا بنوفر خدمة تقديم بشكل احترافي عليها، وبنوفر خدمات تانية كتير جدا مضمونة. فممكن تضغطوا على رابط خدماتنا وتقدموا عليها من خلالنا، او لو حابين تقدموا بنفسكم ما تضغطوا على كلمة قدم الان عشان يفتح معاك الاعلان الرسمي. طب الاعلان الرسمي هيظهر معايا ازاي؟ هيظهر معاك بالشكل ده. ده الاعلان الرسمي للمنحة ريسبشن هوست برشلونة، تمام؟ اورباني هوتيلز دي المؤسسة المسؤولة. اخر ميعاد هو 1 فبراير 2023، ويفضل تقدم مبكرا، تمام؟ طيب هتلاقي كل التفاصيل موضحة هنا باللغة الانجليزية. طب انا عايز اقدم في الفرصه دي اعمل ايه؟ اروح اسجل اكونت الاول على الموقع الاراسموس انترن، ده موقع عليه فرص تدريب كتير جدا وكنا شرحناه قبل كده، بس هنشرحه مره كمان هنا مع الفرصه دي. فهتروح تضغط على كلمه ساين اب دي عشان يفتح معاك لينك التسجيل. هيفتح معاك صفحه الساين اب بالشكل ده، وهتلاقي فيها تكتب الايميل بتاعك، تحط تعمل كريت باسورد، تعمل كونفيرم باسورد، تكتب الكود ده، تمام؟ وتضغط انك موافق على كل الشروط والاحكام، وبعد كده تعمل كرييت اكونت. هيوصلك لينك تفعيل على الايميل بتاعك، تضغط عليه، وبعد كده تضغط على لوجن وتكتب الايميل والباسورد، وبعد كده تخش على الابلكيشن الخاص بالمنحه. هتلاقوا عليه كل التفاصيل هنا، تمام؟ وهتلاقوا الاشياء المطلوبه. اول حاجه، اول سيكشن مطلوب عندي هو الاديوكيشن اند تريننج، تمام؟ فانت ممكن قبل ما تبدا كمان تكتب الاديوكيشن اند تريننج من هنا بالجزء ده، حاجه اسمها البيرسونال انفورميشن، المعلومات الشخصيه، بتحط طبعا بقى اسمك، اسم العائله، الجنسيه بتاعتك، كل ده بتكتبه. بعد لما بتكتب المعلومات الشخصيه بتروح الاديوكيشن اند تريننج اللي هو بيبقى فيها التعليمات دي، اللي هو المرحله الدراسيه اللي انت فيها حاليا، الجامعه اللي انت درست فيها او اللي انت بتدرس فيها في الوقت الحالي، المدينه اللي انت درست فيها وبتدرس فيها، الدرجه العلميه، تخصصك ايه، المجال اللي انت بتدرسه، تمام؟ الفيلد تبع مجال حقوق ولا بيزنس ولا تجاره ولا طب ولا هندسه ولا ايه بالظبط، وبتكتب طبعا ملخص عن الموضوع ده، تمام؟ وبتكتب نبذه كده عن جامعتك، يعني موجوده فين بالتحديد وتفاصيل عنها، بتكتب طبعا ممكن تحط البيانات دي، تمام؟ عن الجامعه بتاعتك، وممكن تاني تحط تقييم how would you rate the following aspects، يعني بتقيم الاشياء دي ازاي، تكلفه المعيشه بالنسبه لك في الجامعه بتاعتك او في المكان اللي انت درست فيه كانت عاليه ولا كانت ازاي، الادميشن بروسيس، نظام التسجيل عندك في الجامعه كان سريع ولا معقد،
بتكتب التفاصيل دي برضو، تمام؟ يفضل تكتبها. بعد كده بترجع تاني هنا وبتروح على الورك اكسبيرينس. الورك اكسبيرينس دي اللي هي الخبره العمليه بتاعتك، سواء انت عملت عمل مدفوع الاجر او غير مدفوع الاجر بتكتبه، تمام؟ والورك اكسبيرينس بيكون بالشكل ده، اللي انت بتكتب انت البوزيشن بتاعك كان ايه، يعني انت اسم الوظيفه اللي انت اشتغلتها كانت ايه. وزي ما احنا قلنا ممكن يكون عمل تطوعي، ممكن يكون عمل مدفوع الاجر او غير مدفوع الاجر. تكتب يعني سواء حتى انت اشتغلت اثناء الدراسه او بعد ما اتخرجت، مفيش مشكله خالص، بتحطها عادي. وبتكتب اسم المكان اللي انت اشتغلت فيه، الدوله اللي كان فيها الشركه دي، المدينه، القطاع تبع اي قطاع، المؤسسه دي، تمام؟ الفتره اللي انت بدات فيها وانتهيت فيها، او ان انت مثلا كيورنتلي امبلويد، فبتضغط عليها تعمل وصف بقى للشغل ده. وطبعا تقدر تضيف اكتر من عمل مع بعض، مفيش مشكله. بعدين بترجع تاني بتخش على اللانجوجز اللي هي اللغات. اللانجوجز بتشوف بقى انت بتحدد لغتك الانجليزيه متوسطه ولا ضعيفه ولا قويه. مثلا المتوسطه فانا هضغط B2، تمام؟ وبعدين اختار اللغات التانيه بقى، عايز اللغه العربيه اضغط على اللغه العربيه واضيفها، تمام؟ اضغط على اللغه مثلا بعرف فرنسي، اضغط على اللغه الفرنسيه واضيف مستوايا فيها، واضيف اكتر من لغه ومستوايا في كل لغه من دول، تمام؟ بعدين ارجع تاني واضغط على السكيلز. السكيلز اللي هي المهارات بتاعتي، انا بعرف ايه بالظبط، تمام؟ المهارات بتاعتي ان مثلا انا بفهم في الكمبيوتر، مثلا بفهم في مثلا في الكمبيوتر ساينس، البرمجه، بفهم مثلا في البيزنس، بكتب الحاجات اللي انا بفهم فيها وبضيف بقى السكيلز دي، وممكن هم بيحطوا لي كذا مقترح في السكيلز دي بضيفها، تمام؟ طيب بعد كده بخش على السكشن اللي بعده، الانترستس، الاهتمامات، تمام؟ والاهتمامات بتاعتي هنا ايه الحاجات اللي انا مهتم بيها تبع الفرصه دي، فببدا اكتب. يعني بكتب اكتب مثلا هوستل، تمام؟ يعني مثلا اكتب هوستل، تمام؟ مثلا ممكن اكتب كمان مثلا بزنس، تمام؟ مثلا ممكن اكتب مثلا انجينيرنج. بكتب بقى الحاجات، كل المجالات اللي انا بكون مهتم بيها، تمام؟ طيب كتبتها، بعمل اد وخلاص، وبضيف بقى الايه الاهتمامات دي كلها. بعد كده بخش على السكشن اللي بعده اللي هو البروجكتس. البروجكتس دي بقى حاجه انت ممكن تضيفها ممكن ما تضيفهاش، اللي هو ايه، لو انت مثلا عملت مشروع خاص بيك انت او بيزنس خاص بيك، او لو نشرت مثلا مقاله معينه في جريده، او لو عملت اي حاجه من الحاجات دي، بتكتب طبعا اسم المشروع ده، دورك كان ايه فيه، بدات امتى وانتهيت امتى، تمام؟ لو في لينك للمشروع او لينك للحاجه اللي انت عملتها، وصف هنا بتحطه برده، تمام؟ خلصنا الجزء ده، ندخل للجزء اللي بعده، الجروبس اند اسوسيشنز، اللي هو ايه، هل انت مثلا انضميت مع مؤسسات قبل كده، او كونت جروب، او مؤسسه مثلا خدمه مجتمعيه او شيء، فكل ده بتوصفه، او انضميت مثلا لجمعيه تطوعيه او شيء، فبرضه بتحط ده، بتحط اسم المؤسسه، دورك فيها كان ايه، ابتديت امتى وانتهيت امتى، الوصف لو عندك لينك ليها بتحطه، كل ده بتضيفه، تمام؟ بعدين بتخش على السكشن الاخير اللي هو الاتاتشمنتس، اللي هي المرفقات. المرفقات دي بقى اللي انا بضيف فيها البيانات بتاعتي، اللي هي ايه، اللي هي ريسيوم، وممكن احط كفر ليتر، ولو عندي اوراق تانية اضيفها. ريسيوم طبعا اللي هو السي في، كفر ليتر اللي هو بوضح فيه زي الموتيفيشن ليتر كده، انا ليه عايز انضم للفرصه دي، ايه هدفي من ورا الانضمام فيها، هستفاد ايه في الاخر، كل ده بوضحه، تمام؟ واذر دي بقى ممكن اضيف بقى شهادات تطوع، بس يفضل تكون باللغه الانجليزيه. اي شهادات اضافيه عندي اضيفها، ما عنديش خلاص اسيب الجزء ده فاضي. ولو عايز احط وصف معين للشهادات دي، او عندي كومنتس مثلا او تعليقات معينه حابب، او حاجه حابب اوضحها اكتر للجنه الفرصه هم بيراجعوا، اكتبها هنا، تمام؟ بعد كده بخش على البريفرنسز، تمام؟ اللي هي الافضليات او التفضيل. انت دلوقتي ديزير انترنشيب تايتل، انت حابب تنضم لتدريب، مهتم بايه؟ فمثلا انا مهتم بالهوست، تمام؟ او الهوستبيليتي اللي هي الاستضافه، تمام؟ فاكتب الكلام ده هنا. انترشيب كيوردز، ممكن احط الكيورد هنا اللي انا هبحث عنها، ممكن احط نفس بالظبط نفس الشيء، تمام؟ السيكتور ممكن اختار مثلا انا مهتم بالادمنستريشن، مهتم بالمانجمنت، بالانجنييرنج، هوسبيتاليتي، توريزم، تمام؟ كل المجالات دي انا مهتم بيها فبضيفها. حابب تبدا امتى، توضح تاريخ البدء، المده، حابب تفضل قد ايه، شهر 2 3 10، كل ده بتوضحه، تمام؟ الدولة اللي انت حابب تاخد فيها التدريب، لان خلي بالك الموقع ده بيتكلم هنا بصفة عامة، لانه في كذا فرصة تدريب، فانت بمجرد عملك البروفايل ده على الموقع ده، بعد كده بتقدر تقدم على كذا فرصة من خلال نفس البروفايل اللي انت عملته. فمثلا انا مهتم باسبانيا مثلا، اسبين، اختار اسبين، تمام؟ واحط مثلا مدينة، لو انا عايز مثلا مدينة معينة فاحط مثلا برشلونة، تمام؟ واضيفها، واضيف اكتر من شيء. خلاص خلصت الجزء ده، ارجع تاني هنا، وبعدين اروح بقى للفرصه نفسها. دي الفرصه، وهتلاقوا هنا لما انت تدخل تعمل اكونت هتلاقي حاجه اسمها ابلاي في الفرصه، تقديم، تضغط بقى على ابلاي، وبعد كده
تمام؟ يعني بعد لما بتضغط على ابلاي بيظهر لك جزء تكتب فيه الموتيفيشن اللي هو خطاب النية بتاعك، بتكتب كام سطر كده كأن الرسالة بتبعتها للمنحة، وبتضغط سبميت وخلاص كده انت بتنتظر الرد منهم. فكده ما شرحنا كل التفاصيل الخاصة بالفرصة، فرصة ممتازة جدا متاحة للجميع، ليس بحد أقصى العمر ولا بتطلب شهادة لغة، ومتاحة لكل الدول للتقديم عليها. أتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.